اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أكرم العقيم من النساء، وأكرم العقيم من الرجال، اللهم أكرمهم بالذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم، ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم، وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك، وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين.